عشان كده بقول لحضراتكم الحسابات مع انديه البطولات، النادي اللي بيلعب على البطوله مختلف صبري حضرت عبد الله، يا عبد الله يو جوه جول، الولد السعيد عبد الله السعيد يسجل في يومه النهارده، بقول لك في يومه، وهو المنطلق وهو الورقه الرابحه باستمرار. عبد الله السعيد يسجل حضور تاني يا ساده بهدف رائع من تسديداته الحلوه طبعا، اللي دايما دايما عبد الله السعيد بيمتعنا بيها، ويحط الجول الثاني للنادي الاهلي، يعمل الشيء اللي مش متوقع. بصوا حضراتكم رحيل، هو خدها على طول اهو، شاطها على طول يا ولد يا ولد، تضرب بلياردو، لكن ما تنساش دور صبري رحيل فيها، حضرت كويس قوي وسند وشاطها حلوه حلوه حلوه. عبد الله السعيد بقول لك دايما دايما عبد الله السعيد في فكره التسديد المحكم من بره، يسجل جول جميل تضرب في القايم الشمال وتتهادى داخل الشباك عشان يسجل الهدف الثاني، معاها فرحه اهلاويه كبيره، اسامه عرابي وعبد الحفيظ وزيزو وسجده الشكر للاعبين.